هينا تفوت بنص السباق رمضاني وتكسب وتحجز مكانتك اللي ناس معودين يشوفوك فيك. الحمد لله محقق نجاح كتير كبير بالوطن العربي وطالع بالتوب 5 على شاهد وورلد وايد، هيدي كمان يعني منا هينا وناس مبسوطة متحمسة، يعني عم تحضر بحب عم تحضر ببسط. دراما، تشويق، رومانسية وأكشن، كبسولات قوية لمسلسل عمره 15 حلقة نجح لإثارة انتباه الجمهور كأنه عمره 30 حلقة. أنتوا شفتوا يعني هيدا ما كان منه مصور كأنه مسلسل، مصور سينما، يعني كل مشهد كان عم ياخد معنا وقت نهار. يعني اليوم عم تحكي أنت بمسلسل جذب العالم وخليهم يحضروا بشوق كبير وينطروا الحلقات، حواراته ما أنا قد حوارات غير مسلسلات، مشاهد مثل هيدا قليلة الحكي وفيها كتير تفاصيل وبدها توصل لك كل شيء، هيدا أصعب شيء وبتاخد وقت كتير. عم تشوف مشاهد كتير قوية أكشن تحديداً، أداء أخذت منك نفسياً وجسدياً؟ ليك أنا حدا بيحب الأكشن، يعني عندي إياها كتير بدمي من كاركتيري، فبالنسبة لإلي هدول المشاهد قد ما كانوا صعبين بالنسبة لإلي متعة، فبينوا بالنسبة لإلي ببينوا سهلين. أكيد اتمرنت، يعني في قصص لازم اتمرن عليها لكون أنا هيك يعني عم بتصرف فيها بشكل طبيعي وعفوي وما يبين إنه أول مرة بحمل سلاح، وهذا شيء بلش معي من 2020. وبسبب الأكشن تعرضت نادين لبعض الانتقادات خلال مشاهدها وهي تكسر رقبة عدوها. المشهد ما فيه شيء غلط ابدا، يمكن كان لازم بس الايد انه تكون تحت الحنك، بس انا الشخص اللي معي منه ستانت، هو كومبارس وكان ملبك وخايف، فكان كل الوقت واقف وشادد، خفت اني انا اعملها وانا ايدي مرحه صراحه، يعني جد انا كنت مرعوبه انا عم بعملها صراحه، صرت اضحك انا لانه انا بالنسبه لي مشهد بيمرق مرور الكرام. طيب بدي احكي معك. ما في حكي بيني وبينك، يلي بقرب علي وعلى بنتي بديت له. صنف الجمهور رمز للأنوثة، فشو كان رأيها في تخليها عن أنوثتها لتمثيل دور أكشن؟ وفي كتير مطارح تخليت فيها عن زبدك الميك أب والشعر وإنه واحد يكون طالع بلوك نظيف، وفتت وعملت المية اللي بيطلبوا الدور. الأنوثة شغلة هي من جوا بتنبع منك، فبالعكس أنا بلاقي حالي حتى بالأكشن فيني أنوثة أكتر. وبالأكيد سألناها عن ثنائيتها الجديدة مع محمد الأحمد ورأيها في التعاون معه. أول شيء حبيته كتير كشخص، هو كشخص حدا بيشبهني بمطارح، يعني حدا بروفيشنال وبيجي مثل هيك مخرطش على الورق وكاتب وعاون ومسوي، فكنا نحضر كل شيء مع بعض وبياخد بعين الاعتبار ملاحظاتي وأوبن على أي شيء، وأنا نفس الشيء، يعني كنا عن جد تيم. أنا جاي أخذ بنتي اللي حرمتيني منه وفي بعد في كتير قصص تقهركم.